نقول بسم الله ونقفل المخاصي لانها ما بتاخدش وقت وسريعه. عندي طاجن المخاصي او طبق اللي هنعمل فيه المخاصي، عندي المخاصي وعندي بصل متقطع شرايح، طماطم مكعبات صغيره، ثوم، عصير ليمون، روزماري، كمون، شطه، فلفل الوان، ملح وفلفل، وطبعا الفلفل الالوان فيه فلفل اخضر، عايزين تحطوا فلفل حار اللي يعجب حضرتك، تشيلوا الشطه خالص ومش عايزين حار بلاش. هي طريقتها سهله ولطيفه جدا وما بتاخدش وقت. فخليني بس في البدايه طبعا عايزه اشكر كل حبايبنا اللي في قناه المحور في الديكور، يعني وضبوا لنا الديكور للتوضيبه الحلوه دي، فعايزه اشكر طبعا عم اسماعيل سعد وعم محمد شريف واشرف عويس وتامر محمد ومحمد حامد وكامل صابر، عايزه اقول لهم تسلم ايديكم، مفيش حاجه بصراحه بنقول عليها الا لما يعني بيعملوها على اكمل وجه. طيب خليني بقى ابدا دلوقتي اقول بسم الله، هاخد كده طاسه احطها على النار، زيت نباتي، بسم الله الرحمن الرحيم، وهخلي الملح والفلفل كده جنبي. انا طبعا فتحتها، هي المفروض بتيجي ليها غلاف كفر كده من بره، بتتشق بالنص بالسكينه وتتفتح بيطلع منها الفصوص دي، الفص بيبقى كامل بنشرحه اتنين او ثلاثه على حسب زي ما حضراتكم عايزين خلاص، لكن ليها غلاف، يعني المخاصي بتيجي مش بتبقى كده، يا اما حضرتك هتطلبي من الراجل تقولي له هو اللي يفتح، لكن هي سهله جدا في فتحها، انا كان نفسي تبقى في واحده معانا كامله بس احمد الحقيقه يعني مجتهد جدا ففتحهم كلهم. طيب بيضحك دلوقتي، ده ماشي يا عم احمد، هفتح كده وهاخد بقى ايه، البس الجلافز معلش، بسم الله الرحمن الرحيم، نبدا بقى نشتغل عليها، بسم الله. هاخد كده الاول المخاصي هنزلها الاول، هي الاول عشان الزيت سخن، بسم الله، تاخد الصدمه، بسم الله. وهاخد كده صباح الفل عليك يا شيكو يا قمر، تقول لي صباح حاجات العيد الحلوة الجميلة وأكل الأورينتال ده. طيب هنزل بقى الثوم، بسم الله، تشويحة كده، هي ما بتستحملش فأنا مش عايزة إيه أعمل كتير بالمعلقة عشان ما تتهريش مني، وعندي البصل، شوية بصل حلوين كده بقى. وهحط كمان لسه شويه، هاخد الفلفل الالوان بس قبل اي حاجه احط رشه فلفل عشان البصل وملح عشان يبدا يدبل ويديني الشكل اللطيف، يطرى شويه كده، ونبدأ بقى نحط شوية الفلفل، فلفل بقى حامي على فلفل ملون اللي يعجب حضراتكم زي ما انتوا عايزين. طبعا هنا هجيب الكمون وهجيب شوية الخل، حطيت رشة الخل، رشة كمون حلوة. معانا أم إسلام حبيبتي، يا صباح الورد. صباح الهنا عليكي حبيبه قلبي. صباح الفل والرضا حبيبه قلبي. ربنا يخليكي يا حبيبتي، معلش صوتي مش عارفه والله. يا روح قلبي حاجة. انت والله اشرب يعني سون، نبعت ايه طيب نعمل ايه؟ بشرب حاجات سخنه بس مش عارفه والله، من ساعه ما رجعت وانا تعبانه جدا. يا حبيبتي معلش الاجهاد والجو حر كمان الفتره دي. هو فعلا كانت نسبه الرطوبه عاليه جدا. لا والجسم بيفقد نسبه املاح عاليه هي اللي بتهبط كده. ممكن بقى بس مش عارفه والله من امبارح والله تعبانه جدا. الف سلامه يا قمر، الف سلامه، ان شاء الله القطط والبوبيهات الوحشين نوتي دول ياي. تسلم ايدك يا حبيبتي. تسلم يا روحي. امبارح اللسان كان جميل جدا حبيبتي. انا جربت امبارح عشان انا عمري ما عملته خالص. يا روحي جربته امبارح، عملتيه، تسلمي.
تسلمي. تسلم ايديكي طبعا. والتومه بالفلفل الالوان كانت حلوه قوي يا حبيبه قلبي. قلت اجرب كده اشوف يعني ايه اخباره واحواله، بس كان حلو جدا. ربنا يبارك لي فيكي. تسلم ايديكي، انت اللي عملتي وانت نفسك الحلو والله. فينا والله كل حاجه. الله يسعدك تسلميلي ويسلم ذوقك. لينا حبيبتي ومخاطي كمان حلو قوي حبيبتي. عندي كمان انا ما باكلهاش بس اسلام بياكلها، يبقى نعملها له بقى بره بقى. لا نعملها له بقى يا ام اسلام والنبي عشان تقولي لي رايك بقى. اعملها له والله. انا طبعا لازم اشوف كل حاجه انت بتعمليها عشان انفذها يا حبيبه قلبي. ربنا يخليكي ويا رب كده دايما اشوفك بخير، وان شاء الله يا رب السنه الجايه تكوني كده على جبل عرفات. امين. احنا والسامعين اجمعين يا رب العالمين. وكل سنه وانت طيبه وانت بالف صحه وسلامه. حماتك العاليه طيبه. سلمين يا رب وتعيشي. جوزك الغالي طيب واولادك الله يخليك يا رب تشوفيهم في احسن حال. امين امين يا رب. وكل سنه وشيرين الغاليه طيبه ومامتها واولادها. كل كرو البرنامج كل سنه وانتم طيبين. وانتم بالف صحه وسلامه. يا رب يكون علينا وعليكم وعلى امه محمد كلها. أمين. يا رب. امين يا رب العالمين. ربنا يبارك لك. تسلمي يا روح قلبي. كل اللي سامعين يا رب وكل اللي ورا الكاميرات ربنا يخليكم لينا. أمين. احمد عادل ومامته ومشيره واولادها حبيبتي كلكم. امين يا رب. كل سنه وانتم طيبين. وانت بالف صحه وسلامه وسعاده يا رب. ميرسي يا حبيبتي. تسلمي يا ام اسلام، شرفتيني ونورتيني يا نور عيني. حفظ الله عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. بصوا انا حطيت معلقه الخل وسايباها بقى ايه هتتشرب. اول ما تتشرب الشويه دول شويه الخل اللي حطيناهم هترجع تتشوح كده وتبقى خلاص شربت الميه بتاعتها تاني. خلاص هبدا اغرفه. هنيجي بقى نتكلم على انا كده باقي على الغرف. خليني اتكلم على الوصفه الثانيه اللي هي الطحال. انا احط بس كده شويه من الروزماري بيدي نكهه كده مميزه. وممكن لو عندنا عايزين تحطوا اي حاجه تانية براحتكم، لكن انا هكسر بس الحته دي. القليل فيه بيدي تيست خفيف قوي بس من غير ما يطغى على الطعم. خلوا بالكم من غير ما يبان. خلاص الريحه روعه. الفلفل الحامي ده الاخضر مدي برضو ريحه كده حلوه. وطبعا انا حبيتها تبقى حتت كامله، ما حبيتش اقطعها اصغر من كده. وزي ما اتفقنا لو لسه اصدقائنا منضمين لينا، احنا بنعمل المخاصي. اهم حاجه الغلاف اللي بره بتتقطع بتتشق من نص بالسكينه، بتتفتح اتنين، بناخد الفصوص اللي جوه وهي دي اللي بتتقطع وبتتعمل. خلاص ورجعنا لكم مشاهدينا الكرام مره ثانيه بعد الفاصل. قبل الفاصل احنا قدمنا، انا نزلت خلاص المخاصي هنا في الطبق بعد ما عملناها وشوحناها في الخضار والحركات.